بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. إخواني أخواتي، أحييكم بتحية الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله، وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية. عندي بعض التوجيهات والنصائح الضرورية المتعلقة بحديث الساعة الآن، وهذا الهلع والفزع الذي نشاهده في شرق الدنيا وغربها. أولا، المؤمن عنده عقيدة من أركان إيمانه، الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، فلذلك عنده ثقة وطمأنينة قلبية أن ما قدر الله سبحانه وتعالى، ما كتب الله في الأزل أن يكون، لا بد. ولو اجتمع الإنس والجن وسخروا كل ما في وسعهم ليؤخروا أمرا كتبه الله فلن يستطيع، لا يستطيعون أن يدفعوا مكروها شاء الله أن يقع، ولا أن يدفعوا خيرا كتب الله أن يكون. من هذه عقيدة نؤمن بها. ثانيا، نؤمن أن ما كتب الله أن يصيبنا لم يكن ليخطئ، وما كتب أن يخطئنا لم يكن ليصيبنا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل، قال الله عز وجل. هذا الإيمان لا ينافي أن نأخذ بالأسباب، فنتوكل على الله سبحانه وتعالى بناء على هذا الإيمان الذي عندنا عفوا بقدره سبحانه وتعالى، ونتخذ كل الأسباب، كافة الوسائل التي تدفع عن الشر وتحمينا من المكروه. فالله سبحانه وتعالى قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: فر من المجذوم فرارك من الأسد، قال: لا ضرر ولا ضرر. فنتوكل على الله ونؤمن بقدره، ثم نحتاط فنحفظ نفوسنا من المكاره، نتجنب مواقع الزحام، ونحرص على نظافة اليدين وعلى نظافة الملابس والفرش، وعلى التغذية التي تعطينا المناعة لمواجهة الأخطار والفيروسات، وقبل ذلك وأثناءه وبعده نضرع إلى الله سبحانه وتعالى، نتوب إليه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، ما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، ويعفو كثير. فظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالذنوب والمعاصي هي أسباب الأوبئة، وهي أسباب الهلاك والخراب. فنضرع إلى الله سبحانه وتعالى تائبين مستغفرين من المعاصي والذنوب التي نقترفها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا ويجنب بلادنا وبلاد المسلمين، ويجنب إخواننا وأخواتنا كل المكاره، أن يعافيهم من كل البلاء، وأن يشفيهم من كل الأدواء. وإذا جمعنا بين هذه الأسباب المادية والأسباب المعنوية، نكون إن شاء الله احتطنا ونحصل الطمأنينة والراحة. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. شكرا لكم، تحية طيبة، إن شاء الله لا أراكم الله ما تكره.